كيفكم؟ شو اخباركم؟ كلكم بخير؟ تمام؟ اليوم رح نعمل فيديو كتير حلو، أول مرة بنعمله، اليوم رح نعمل شو؟ مقلب. رح نعمل مقلب بأمي وبيي. مقلب ما نعمل مقلب بالحج والحجة، ما نعمل حالنا نحن عم نتخانق كتير وصوتنا عالي كتير، هلا هن عايشين حدنا، أوكي؟ وهن هلا بكونوا بشغلنا. هن حدنا دغري. مظبوط. وهن قاعدين بالخيمة، نحن رح نعلي صوتنا وهن بس نعلي صوتنا رح يفوتوا رح يتفاجئوا رح يهدونا. ايوه هذا بيفتح لهم الباب، رح نشوف شو ردة فعلهم. وبين ايوه شو؟ وهيدا الحاج حيعصب وحصب. اوكي رح نبلش نحن انه طبيعي عم نصور فيديو عادي وصار في مشكل بيني وبين سهام وعصبنا على بعضنا ومشو كيف يتطور يعني. ماما عنك ولا عني؟ هلا بنشوف رح نشوف رح نشوفكم بدي يتطور المشكل، اوكي؟ جاهزين؟ جاهزين. يلا اوكي، انت يا قمر ممنوع تضحكي ها؟ لا بلش تعيط من هلا. هلا عصبت. ممنوع حدا يتضحك جد عشان يطلع المقلب مظبوط. انا ما عادي انا. طيب اول شيء هلا شغله، هلا انا بكون انت هون، بكون انت هون، هلا انت هون مثلا بكون مهديكي ادم وبابا وماما وهيك، وقمر مهديتني هون، ثم انت بتعلي صوتك بتغلط علي ها؟ بعمل هيك مثل الكف انا هيك. فهمتي كيف علي؟ ليك اوكي؟ طب شو بتعمل انت بتحسبي؟ هلا ما رح نحكي لهم. لا بتقولي لي ما رح نحكي لهم. طيب يلا خلص هلا ما رح نحكي لهم كل شيء هلا بصير لحاله. اوكي هلا بس شو بدنا نحكي نحن رح تيجوا اهلي رح تسمع صوتنا شو بدنا نحكي؟ شو؟ بنعيط. شو بنعيط؟ شو بنعيط؟ بنعيطوا بالعاده يعني. احنا يا جماعه كل خلف الكواليس احنا يا جماعه كل فيديو خلف الكواليس هيك بنعمل اوكي بنضبح بعض بنتخانق يعني كل واحد عنده اراء طيب شو يلا انت قولي لي انه انت كل فيديو هيك بتعمل وتعصبنا وكل شيء اراءك بدها تمشي اوكي بتجي انت على المشكل اوكي يلا انا مريض انا ضل اسال بس احكي يا بابا احكي بجد يعني جد ها اوكي وانت يا قمر انت بتكون قاعد هنيك عم تلعب يلا نحن عم نصور بدك تيجي على الصوت انت اوكي يلا يلا واحد يلا ادعوا لنا يا جماعه ادعوا لنا تزبط نحن حاطين كاميرا على الزاويه بطريقه ما تضحك وبتعمل جد لا 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 ما بتضحك اوكي يلا واحد بلشنا خلاص يا سهام انت على طول على فكره يا سهام كل مره كل ما نصور هيك بتاع يلا واحد من ثلاثة يلا العادي العادي كله عادي يعني خلاص يا عن جد جد يا سهام على فكره على فكره ولا فيديو ها الا ما بتعصبيني وما بتخلينا نصور منيح ما بيصير هيك والله ما بيصير علي صوت علي صوت لا يجي لانك ما بتمشي على راي حدا خلص رايك وبس يعني لا عيني لا انا لي راي وانت لك راي بس انا كان رايي انا على طول لانه في شيء صح لا لا انا على طول رايي الصح لانه انا بعطيكم يعني الزبده تبعت الفيديو فهمت كيف علي؟ الزبده هي زبده بتحكي لي بالزبده فورا بس يعني نحن كل مرة بنسجل الفيديو هيك بتعملي لي هالمشكلة يعني ما بصير هيك والله عرفتيني حياتي والله عرفتيني الفيديوهات لعلها والله عرفت حياتك خلص حلي عني بقى خلص حلي عني بقى خلص اقعد على جنب انت ما حدا يتدخل ما حدا يتدخل هذا هو ما رح يتغير يا بابا هي بتضلها كل ما نسجل فيديو بتعمل نفس المشكلة يعني بتنق علي بتوجع لي راسي ما عشان خلق انا لا لا يا عمر لا لا ما بصير عرفتي كيف علي؟ خلص ما عرفت ولا لا عرفت وما عاد سجلت لا لا تعلي صوتك ما تكسرني والله كسرني راسي ها بخصك يلا ليك والله على طول بتعصبيني على طول عندك لبالي بنتا بس شو مالكم مصبغين شو مالكم؟ شو عرفتوا كل دوركم تتخانقوا هيك؟ ها؟ شو سكت سكت عشان نصور للجيران سكت اسالي ابنك لا يا طيب لا يا وسيم لا يا كل مره كل ما سجل فيديو كل ما سجل فيديو بتعمل لي هالمشكله انت كل ما سجل فيديو بتعمل لي هالمشكله طب معقول هيك يا عمرو ولا بيسمع مني وشو ما بقول له ما بيسمع او كلمته بدها تمشي لو كانت غلط
هذا هو. اسمع عنك انت كل ما بصور فيديو بتعمل لي نفس المشكلة، نفس الشيء بتوجع لي قلبي وبتوجع لي راسي، والجيران عم يسمعوا صوت مصاري منك مني؟ لا منك انت مش مني. لا منك مش انت. بديش ايدك بديش ايدك ما بصير هيك. هي لحظة انت معقول بدي ايدي على طول على طول بدي ايدي على طول. لا يا بسيط عصوت بدي كسر لك راسي. شو بتطلع ما تقدر عصوت كسر لك راسي. معقول انت شو الحياه تضرب ماما؟ شو ها شو ها بابا؟ ليه ليه بيضرب ماما؟ انت لا بتسمع الكلمه. ليش بتضلك هيك؟ ليه ليه طلع هيك؟ ليه على هيك؟ خلص ابعد عنك. خلص يلا ما بصير. شو الحياه تضربوها؟ شو هيك بدكم تتخانقوا؟ معقول العالم ها عليكم عكيله 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 كمان. خلصتش حديث انا اصلا ناقصنا حديث. تعال تعال خلصتش حديث. ناقصنا تعصيب. انت يعني تعصبونا انتم جاوبيني بدك يا تعمل اغراضي ورايح. روحي الله معك. روحي الله الله معك. روحي انا ما فيي ما في. انت بتضلك هون مع قمر. بدك تضل معي على فكره. شفتي قمر قمر حيدي على حيدي على شوي. لا لا هيك هيك بدنا نزعل منكم عليها. لا 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 روقوا. ما لا نزعل منكم عليها. انا يعني ما في ما في لا احمل ولد ولا طلب من غير شيء. نعم تخلونا نحكي كلمه منطقيه معكم. ما بصير. ما معقول انتوا عرفتونا يعني ما في ما في خانقوا شو بعقل اولاد. ما في ما في لازم 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 خلص. ليش يا جدو؟ عقله هو هيك. ليك بابا ماما ليك بابا ماما. انا مش معصب ماما. هي بتضلها تعصبني. لا 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 كل ما سجل فيديو هي بتضلها تعصبني. لا يا انت خلص خلص انت. لا روح لا تدروكولا. خلص حشتعصبني دروكولا. يا عمري اي اي خلص خلص خلص. شو معقول انتم بتضلكم هيك تسمعوا العالم؟ امي نحكوا معها هي ما بترد ما بتسمع. لا هي ما بتسمع. هيدي مش حياة. هيدي مش حياة. ما بصير ما بيصير. شو ما بتضحكوا؟ ما بيصير. قوم فل تعال انفل. تعال انفل. لا 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 هي نحن اتفقنا مع عمر انه ما تضحك نهائيا لحتى نعمل. ايه برافو برافو برافو. اول شيء اقطع عشان الكاميرا هونيك نحكي انه حاطين الكاميرا عشان برافو. شفتوا بالله شفتوا كيف بتنقذونا يعني عمر اول شيء يعمل ولا عم يعمل كاميرا يسمعونا. هلا هي عصبت والجيران سمعونا. العالم ولا سمعوه. عاشت الجو اكثر وحده الصراحه. هي تصرخ وهي تعيط تيجي تضربني تيجي تقرب علي. جديه جديه علي. العب حرام جديه انت يا غالي. طيب 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 كلمات ايوه بدي اخذك تمسكي بالتلفزيون لانك شاطره. طيب طيب يلا عشتك وغيرها امر عليكم. يلا ان شاء الله لا تزعلوا. عشت عدوها عشت عدوها لعلكم. عشت عدوها نحن عربنا صغير. لا لا ان شاء الله ان شاء الله. يا جماعه اذا عجبكم الفيديو وبتحبوا هيك فيديوهات يا ريت تعملوا لنا لايك شير شير سبسكرايب. بحبكم كثير. اي لاف يو. اعطونا فيديوهات كثير حلوه ومميزه. نشوفكم بخير. باي.